مرحب حضراتكم مرة تانية. خليني أبتدي معاكم بالأخبار والكلام عن إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها في شهر يوليو الجاري بإذن الله ولا لا. في لغط كتير جدا، والأخبار اللي بتتناول إقامة الأولمبياد عن عدمها بقى فيها لغط كبير جدا الفترة اللي فات. إمتى الميعاد، الرولز، المواعيد، ولكن هنا في ملاعب الأبطال هنكشف لحضراتكم تحركات اللجنة الأولمبية الدولية مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، واللي بدأت تعمل اجتماعات خلال الفترة الحالية أونلاين طبعا مع إداريين اللجان الأولمبية الوطنية، وشرح التعليمات كلها مع اللجان الإعلامية وشرح كافة التعليمات مع اللجان الطبية واللجنة الأولمبية الدولية مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو خلال الأيام اللي فاتت في اجتماعات يومية بشكل أونلاين طبعا. وفي كتاب الخطط اللي هيكون زي دستور للبطولة، هيبقى فيه كل صغيرة وكبيرة كل التعليمات. الكتاب ده هيصدر وهيكون في تحديث، او هو صدر بالفعل في تحديث في شهر ابريل وتحديث تاني في شهر مايو للتعليمات الخاصه بالبطوله. التعليمات الطبيه اللي تم ابلاغها خلال الاجتماعات، عمل برنامج من خلال التليفونات لكل فرد او الموبايل يعني مشارك في اولمبياد طوكيو لمده 15 يوم قبل السفر لليابان. هيتم قياس الحراره ومتابعه الحاله من خلال البرنامج عن طريق برضو التليفون المحمول. كمان عمل مسحه لفيروس كورونا قبل السفر لليابان ب 72 ساعه قبل السفر بثلاث ايام، وارفاق نتيجه المسحه مع جواز السفر، ده طبعا عشان يقدروا يسمحوا ليهم بدخول اليابان. مسحة طبية فور الوصول لليابان، ومسحة طبية كل أربع أيام خلال التواجد في البطولة. كل بعثة مسؤولة عن إحضار المطهرات والماسكات الخاصة بها. ممنوع مغادرة القرية الأولمبية خلال البطولة كاملة. مغادرة القرية الأولمبية بتعني خرق للإجراءات الطبية ومغادرة البطولة. خلينا نركز في الرولز عشان ما نقعش في نفس المشاكل مرة تانية، عمالين نقع في أخطاء غريبة كده. في حالة إيجابية العينة بيتم تطبيق الإجراءات الطبية وفقا لما تنص عليه وزارة الصحة اليابانية. السماح بدخول القرية الأولمبية للبعثات قبل المنافسات بخمس أيام، وكمان في تعليمات طبية بالنسبة للإعلام، وتقرر تخفيض حضوره بنسبة 50%. يبقى بنسبة 50% بيقللوا العدد على قد ما يقدروا، وهيتم تطبيق نفس التعليمات الطبية المطبقة على البعثات الرياضية اللي قلت لحضراتكم عليها. كل ده بيتم من خلال اجتماعات أونلاين وكتاب الخطط اللي هيتم خلاله شرح كل التفاصيل صغيرة وكبيرة خاصة بالإجراءات الاحترازية. طبعا كل الرولز دي لازم بعثتنا، واعتقد ان الاولمبيات استحاله الاتحادات استحاله تقع في المشكله دي. اكيد هتبقى معرفه كل لاعب وكل بطل مسافر باذن الله بيشارك في الاولمبيات، هيبقوا معرفينهم الرولز دي كلها عشان ما فيش اي لاعب ممكن يتصرف بطريقه عفويه او طريقه عشوائيه وممكن يخسر ان هو يلعب بطوله ويبقى كده مستبعد من البطوله. يا ريت نركز جدا ونبقى عارفين كل صغيره وكبيره وكل حاجه محسوبه علينا. دي هتبقى زي الفقاعه الطبيه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، واللي ناس كتير جدا على السوشيال ميديا للاسف هم مش فاهمين يعني ايه فقاعه طبيه. اتكلمت فيها اكتر من مره، ولكن واحده واحده الامور اكيد هيبقى في وعي اكبر، واكيد ابطالنا واعيين بكل الامور.